صلات الرحم يقدر ما تاني ها يقدر ما بحال هادي فاش فيه لا لا ما بحال دوزنا عليهم تكاكا وصل ودوز علينا تكاكا فرا وصل فاهم هادي قول فهمتكم ياك يعني فهمتكم قول لي راه الصحفيين تحية للصحافة المغربية تحية نضالية لكل الزملاء لنادي الصحافة بتيزنيت والنادي الجهوي للصحافة تحية نضالية كذلك لنادي الصحافة بولاد تيمة ولكل الزملاء بغض النظر عن انتماءاتهم تحية نضالية كذلك للساكنة هذه ديال المنطقة ديال تيزنيت وسيدي إفني اللي كتحضر تحية الاقليم ديال تيزنيت وسيدي إفني كما قلت اللي كتجي وكتحضر باش انها حتى هي توصل الصوت ديالها وتعبر على المشاكل اللي عاشتها من خلال اللافتة اللي كيبان لنا بانه كاين ضحايا ديال شهود الزور ديال الاباطره ديال الفساد كذلك ساكنه ديال افرض ساكنه ديال وعلقاء الى غير ذلك فتحيه للجميع بصفتك مدير ديال مكتب ديال الاحداث المغربية في أكادير تابعت منذ سنوات ما يكتبه الزميل محمد بطعام في هذا الإقليم هذا فلا يسعنا إلا أن نتضامن معه عن حق لو كان الزميل ديالنا مارس شي شطط أو شي حاجة هو يستعمل هذه الوظيفة دياله لكن ما لقيتوش هذه الوجوه هذه حاضرة اليوم ولكن لأنه كان قلم حور ولأنه كان كينقلب بامانه تعرض لتهديد بالقتل فكيمشي كيوضع واحد الشكايه بحالو بحال جميع المواطنين كيضع شكايه ديال التهديد بالقتل اللي كيوضع هذه الشكايه النيابه العامه كدير الدور ديالها على كل حال من اجل البحث يعني دارت وجهات الامن من اجل البحث ولكن كتنهاد نفس هذا المشتكى به اللي هو رئيس ديال جامعة ديال السيد عبد الله أبو العيد كيقدم شكاية كيدية شكاية فيها شهود فشكاية مطبوخة مختلقة وفي الوقت اللي الزميل كيتوجه للقضاء باش ينصفو كتجي شكاية أخرى من واحد اللوبي اللي هو معروف في هذه المنطقة إذن في هذا الإطار حنا كنحضروا هنا فين باش نساندوا الزميل بطعام اللي ماشي هذه هي المتابعة الأولى راه كانت فصول أخرى مع لوبي دقيق المدعم وسجلنا ملاحظات على الحكم اللي صدر هنا في الابتدائية ديال تيزنيت وكان واحد الإنصاف جزئي
ففي المرحله الاستئنافيه واقول انصاف جزئي. فبعد ما دازت هذيك الفصول حنا اليوم كنعيشوا فصول بواحد الشكل اللي غنعتبروه اكثر رداءه. عيب وعار واننا في هذا العهد وفي هذا العصر دابا حاليا وفي دوله ديال الحقوق تلقاو ناس اميين كيتحركوا كيديروا شكايات كيديه كيجيبوا شهود زور من اجل الحصول على حكم يدين الضحيه. فهذا عيب وعاد. وتنقولوا لجميع الزملاء اللي جاوا بان جريده الاحداث المغربيه غادي تبقى قال ضمن الاقلام الحره هنا بمدينه تيزنيت وراه ما مفكينش. وشكرا. كل هذه الاقلام سيما ان المغرب الان ما عندوش الحق مازال يرجع للنور لانه زاد قدام محكمة ها هي والحقوق فينا هي 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 المحكمة ها هي شحال تعطي في القضية محكمة ها هي شحال تعطي في القضية محكمة ها هي شحال تعطي في القضية حنا ما يمكن لنا إلا نثقوا في العدالة ثقوا في جميع المتدخلين في هذه الملفات لاننا كنحسوا بان الحق لا يعلى عليه لانه حق بين حق واضح لا يمكن الا ان يطفو على السطح مثل جميع الملفات الحره النزيهه التي طال الزمن ام قصر سوف تثبت عدالتها وسوف تثبت انصافها. مره اخرى كي لا اطيل اجدد تضامني وتضامن جميع الصحفيين والصحفيات باكادير تضامني المطلق السي بوطعام على هذا الذي يتعرض له وكل الصحفيين والصحفيات لكي يتعرضوا لمثل هذه الممارسات. وشكرا لكم. أكادير النقابة الوطنية الصحفية المغربية، تحية للإخوان ممثلي الصحافة بجميع أصنافها من تاردان، تشكوكا، تيزنيت، إنسكان، أجنو. تحية للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، تحية للحضور الكريم تحت هذه الوقفة تضامنية مع الزميل محمد بوطعام مراسل الأحداث المغربية بتيزنيت وأحد أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية إثر المتابعات التي طالت الزميل بوطعام منذ سنوات ابتداء مما يسمى بمحاربة الزميل دقيق المدعم إلى الشكايات الكيدية الأخيرة وبالإضافة إلى التهديدات التي توصل بها الزميل بوطعام تهديدات بالقتل غير ذلك. تأتي هذه الوقفة باسمي مجلس فرع النقابة الوطنية الصحافة المغربية الذي أصدر منذ أسبوع بيان تضامني مع الأخ بوطعام تحت هذه الوقفة لاحتضان الأقلام الجادة التي تلامس القضايا الحقيقية للمواطنين بمنطقة ديال تيزنيت وإشارات الجهات الوصية أن المس بحق الزميل إخوانكم في مكتب الفرع ديال الفرع الجهوي لأكادير. نشكر جميع من ساندوا الأخ بوطعام في هذه المهنة. لابد أن أشير أنه مؤخرا منذ شهر تقريبا عرفت منطقة سوس مجموعة من المتابعات التي تمس تكميم أثواب الصحفيين انطلاقا من المتابعة الأخيرة لمدير الأكاديمية للتعليم بشكاية الأخ العمالكي الاخ سعودي العمالكي عنده متابعه الاخوان في فيلد بريس العلالي الاخ العلالي الاخ عبد اللطيف بركه
الاخ ادريس النجار يلا استمعوا لي الشرطه القضائيه، هذا لا يعني انه نعتبر انه الصحافه فوق القوانين او فوق المتابعات، ولكن نريد ان تكون هناك عداله تنصف الاطراف جميعا وتحفظ حقوق حق الناس وحق الشعب من اجل وصول المعلومه، لانه الصحفي هو الامين على نقل المعلومه كما هي، على الكشف عن لوبيات الفساد، على ستعود النضال الصمود، الحقوق ستعود النضال الصمود، الحقوق ستعود. تصب موريدي غير زيدت كاهم. دابا كنعطيك السلامة، نخلي لكم على بلاصة بيعها في الطريق. سير بعد اتصال مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالنسبة للهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، تبين انه هناك حرص على اتخاذ جميع المساطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالنظر في الشكايات، جميع الشكايات المتعلقة بقضية الزميل بوطعام، وبعد المذاكرة مع الأخ بوطعام وأعضاء مكتب الفرع تم رفع هذا الاعتصام لفسح المجال أولا للهيئة القضائية و المسؤولين القضائيين بتيزنيت بتحقيق وتعميق البحث في الشكايات المتعلقة بالقضية المتداولة الآن بمحكمة تيزنيت. نرفع هذا الشكل ونؤكد كمكتب الفرع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على متابعتنا لجميع حيثيات ومراحل التحقيق والنظر في القضية داخل المحكمة الابتدائية وتيزنيت. وفي الأخير شكرا لجميع من ساند الأخ الزميل مطعم من هيئات حقوقية وهيئات سياسية وإطارات جمعوية وسكان مدينة تيزنيت وإقليمها. شكرا للجميع والسلام. شكرا يلا جمعة بوطعم بوطعم يسلم المهام جاي في الطريق دابا اللي خصها سميتو هادي من الخير عطيهم الله يعني شوف الزملاء الله يخليكم راه عندنا واحد المجموعة ديال هاد البطيرة ديال الفساد في تيزنيت أولا فيها مجموعة ديال الشهود الزور مجموعة ديال سميتو دابا داكشي غتعطيه للدريس ولا عز الدين صافي غنعطيه للدريس يلا جماعة جماعة يلا أرادوا كل البونجات أرادوا كل البونجات العمالكي يلا أعطوهم العمالكي وفيك العمالكي يلا العمالكي يلا جي العمالكي دي هاد الأمانة هادي يلا الدراري ديال تيزنيت هزوا معاك يلا كل واحد يدير يعاود يتعاون مع بوطعم يلا بوطعم شكون هادشي يلا ادريس يلا سيدي السلام عليكم كنشكركم بيبي هادي هو نور يلا الله يهنيكم يلا بالسلامة يلا تحية لكم أنت يلا بالسلامة سد الباب سد ديال الباب يلا فادي الخدمة ديال كريسون رمي كريسون هاك في السبادة راه السبادة كريسون راه ديرو سكريات الجريسون هناك؟
شعدت لي كي قلت حدا زعما غادي تبرع مع راسك.